تعرفني ما يقفش غازي انا والله ما عليك شايفك الله نعرف شايفك نعم غريب انا بالرعاش لازم معلم رجع ايه هي سلام عليكم البريمير جوز غلاه شي خلوهم مابون هاي كسرات سلام تعشي يا شيخ كان سالا حال بون ما كانش تاع قرم هاك الملف هو الملف ولا كاش زيدو تاع فيزي تاع هذا الساكن والله يصوت ايتا تيكين فين تمدها فيسبوك Ya ahora.
رئيس جمعية أولياء التلاميذ قرومي جمال، رئيس جمعية أولياء التلاميذ. حنا نحوسوهم يخدمونا لي سيكلاس تاعنا. هذه المدرسه بناوها جديده على اساس انه هذه المدرسه راح تهدم الاخر. هذه الست اقسام اللي داروهم لنا راهي ولات بؤره فساد. ما كانش الحراسه في الليل، ما كان حتى حاجه. اللي جان هنا الاقسام ولاو يدخلوا يتكيفوا فيهم، ولاو زادوا سرقونا طاويلات والمقاعد تاع دراري صغار. 40 طاوله سرقت في السمانه اللي فاتت قبل الدخول المدرسي. علاه صرات هذه؟ علاه ما تسرقوش في الصيف؟ تسرقوا قبل الدخول المدرسي. نزيد لك حاجه، المدرسه هذه رايحه راهم دايرينها كمركز عبور لبعض السكان. الساكن اللي يجي هنا يعطوا له سكنه على اساس انه اراش بي مسمى، راه في بنايه هشه مهدده بالانهيار. كيفاش حنا نقدروا نخلوا اولادنا يقراوا في مدرسه مهدده بالانهيار؟ علاه؟ زادوا خدموا زوج اقسام هذو جدد، يا ريتهم ما خدموهمش. خدموهم ولا هما ثاني مهددين بالانهيار. رانا نطالبوا فيهم يا ناس، خافوا ربي، احشموا شويه على رواحكم. لو كان جا هذا المشكل في اي بلاصه راح يفرق في غضون ثلاث ايام. حنا رانا من العام اللي فات، العام اللي فات جيتوا صورتوا هنا وهدرنا نفس الهضره وسناها انا ثاني، زدتوا جيتوا في نفس الوقت وهنا نعاودوا في نفس الهضره. خافوا ربي في البلاد هذه، احشموا شويه، احشموا برك. خافوا ربي في البلاد وفي ولادكم. انا مانيش قادر نخلي وليدي يقرا في ايكول مهدد بالانهيار. المدرسه خدمتوها جديده ما عندها حتى حاجه، لي سانيتير، الماء ما كانش، لي روبيني ما كانش. وي وي، واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ وحنا الا خلينا ولادنا يقراوا في هذا رانا قبلنا اهانه وذل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. لي سالي هذو دي سال، عندنا سي كلاس من سي كلاس من هنايا للنوف لافو لا هواء لا والو، والدراري مساكن لداخل ما على باش مخنوقين مخنوقين مخنوقين. وزيد لابوبيل من هي تاع السيام طيح ديرك مول هنايا. الحل قداه المره نعطي للولي هذاك اكيزي دي سيبسيون بصح الرد لا حياه اللي من دوناتي. وجهوا النداء لوزير التربيه، المدير التربيه، خاصه للوالي، وناشدوه بقوه. المؤسسة هذه العرب، مدرسة العربي تبسي حي المحطة لاكار بسور الغزلان راهي تعاني بزاف. راهم ولادنا ما همش قادرين يقراو، ولادنا راهم عارضين الخطر. راهي المدرسة ممكن تريب في أي وقت. على كل العام اللي فات في الهزة الأخيرة النوافذ طاحوا على ولادنا، معناتها ولادنا راهم عارضين الخطر في أي لحظة. هذه عريقة جدا من وقت الاستعمار الفرنسي. ايه راه قديمه بزاف. وعلى كل حال بعدها راهم بناونا لي سيكلاس هذون هنايا جديده لانيكس هذه اللي راه هنايا باش يزيدوا يكملوا يديروا لها توسعه وزي كذا. سيكلاس واحد اخرين هكذا راه المشروع معطل وكاين تهون في السلطات المحليه. هذه المؤسسه راكم تشوفوا فيها كارثيه، تنعدم لادنى شروط التمدرس اللي هنا وراهي عريقه. انا درست في هذه المؤسسه راه في عمري 46 سنه. يعني تلاحظوا فيها انها كل عام ندوا ونقول لهم بلي لازم تغييرات، لازم كما نقول في القطاعات يجوا يقول لك رانا نعدموا الشروط الماديه. حاليا راهم متوقفين عن الدراسه. شوفوا الاطفال متوقفين عن الدراسه، ما كاينش وين يقراوا. يقراوا في يكون راح يريب مهدد بالانهيار في اي لحظه من اللحظات. رانا حابين نقراوا، ورانا من حد ماناش نقراوا، ورانا خاش راح تريب علينا المدرسة. انتم واش راكم حابين؟ أنا حابين نكملوا قرايتنا. واش تقولي لهم للمسؤولين؟ نقولوا لهم باللي يبنوا لنا مدرستنا ونقراوا فيها. أنا حابة يسقمونا المدرسة تاعنا ونعودوا نقراوا فيها.
ماكمش تقراو نتوما؟ ايه. صحاباتكم يقراو؟ ايه. قولي صحاباتي راهم يقراو، حنايا رانا قاعدين غير في الدار ما نقراوش. واش راكي حابه؟ واش راكي حابه؟ راني حابه يخدمونا المدرسه تاعنا ونولوا نقراو فيها. بارك الله فيك، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نطمن اولياء التلاميذ يعني باللي البارح رانا درنا لقاء مع سيد الولي. بالنسبه للاقسام اللي مبرمجه هنايا كاين 6 اقسام، وكان الغلاف المالي تاعهم غير كافي. السيد الولي البارح يعني عطانا طمنا باللي راح يزيد لنا المبلغ اللي راح يخصنا في العمليه هذه في الاسبوع هذا ان شاء الله. حنايا رانا البارح درنا خرجه ميدانيه يعني لسيرفيس تكنيك تاع البلديه، قاموا داروا في المدرسه القديمه هذه يعني عندها من وقت الاستعمار، حنا رانا درنا لها التقويم تاعها ان شاء الله نهار الاحد تبدا الاشغال فيها. والاشغال تاع يعني الخاصه بال6 اقسام هذه اللي راحين نضيفوها للمدرسه هذه اللي بجانب تاعها يعني فيها 6 اقسام الله يعلم، يعني باش يعني تولي مدرسه كامله ان شاء الله في الدخول المدرسي الجديد هذا ان شاء الله. احنا نطمنوا الاولياء التلاميذ باللي العمليه رانا يعني ماخذينها بجد وقايمين عليها وصاهرين عليها، ان شاء الله يعني على حوالي اسبوع تكون عادت المياه الى مجاريها. وشكرا. الطريق بالنسبه للطريقه هذه كاين جزء تخدم، كاين جزء مازال ما تخدمش، تخدم هذا تخدم في هذا الاسبوع ثاني يخلص ان شاء الله مع الاشغال، قبل الاشغال يخلص الطريق ان شاء الله. فيما يخص يعني الميكانيك اللي راها ظاهره يعني في الصوره يعني وراء المدرسه يعني هذيك بارك الله فيك، هذيك تحدثنا مع الاكماليه اللي راها مسميتها هذيك، يقول لك رانا نحرقوا في الاوراق ثم، احنا رانا قلنا لهم يعني باش نحوها كاع من ثم ما يزيدوش يعني. ما تشوفوش باللي تشكل خطر على يعني يعني صعب الابتدائي؟ يعني هذه يعني يعني الصوره يعني غير لائقه يعني للتمدرس، وهذيك يعني احنا ان شاء الله نحوها ثاني في الاسبوع هذا ان شاء الله نقضوا على هذه المشاكل كاع ان شاء الله. شكرا. وشكرا بارك الله فيك.